ما كانش ليك في اللي انت فيه دلوقتي يا بدري. بس انا ولد اصول، اصول العيش والملح، وعمري ما انسى اللي مديت له يدي حتى لو عضها. انا عمري ما كنت خاين، مشيت ورا نعيمة. عارف نعيمة بتعمل ايه دلوقك؟ انت دلوقك مفيش في يدك حاجة تعملها، محبوس بين اربع حيطان. انا عاوز اطلع من هنا يا مروان. ولو حصل رجبت هتبقى في يدك، هبقى خاتم في يدك، هعمل كل اللي انت عاوزه. ماشي، هطلعك هتبقى خاتم في صباعي الصغير، بس خليك فاكر زي ما هطلعك ممكن ارجعك تاني يا بدري. حسن ازيك يا حبيبي؟ ايه اللي جابك هنا يا أم؟ قاعدة مع أخوك شوي، يعني إيه اللي بتقوله ده؟ يعني مروان برضو اللي على الحجر. أنت حبيبي ونن عيني من جوا. حبيبي ونن عينك، كلام حلو سمعته كتير. جالك إيه؟ جالك أنا مش هعرف آخد منه لا حج ولا باطل، مش كده؟ يا ريتال تعالي. بس انا قلت لها تيجي تزورك، منك يعني خدت بعضك مشيت على طول من غير ما تقولي. اصل حماتي عمرها ما هتنسى فرحتها الاولانيه اللي خلت الدنيا كلها تفرح لها. بس عارفه بقى يا مرات عمي، انا لو جاب الدنيا كلها في حجري عمري ما هنسى عبد الله. ما تزوديش النار يا حبيبتي. ماشي يا مرات عمي، انا هسكت ومش هفتح بوقي، اعتبريني ميته. حسن اهو هو الكبير وهو العمدة، هو اللي يقول اللي يحصل واللي ما يحصلش. اللي عمله مروان ده مالوش غير معنى واحد، انه بيخطط لنفسه وبس، والباقي كلهم مالهمش عازة. وحاج ولدي عبد الله هاخده وطاره عندي. خبر ايه يا حسن؟ انت هتسمع كلامها ولا ايه؟ لا، ما انا شفته واتاكدت. ما انت لو ما كنتيش عارف ان هو اللي ورا الحكاية ما كنتش جيتي هنا. انت جايه هنا عشان تحميه، تبقي معاه وفي ظهره. يعني انت عايز ايه يا حسن؟ عايز تقتل اخوك عشان تجهرني عليك انتوا التنين؟ ايه اللي يرضيكي؟ هشرب من دم مروان وزينب وبرضه قلبي مش هيرتاح يا حسن. يشيل كفنه على يده وسط البلد كلها ويجيكي لحد عندك يقول لك السماح، يرضيكي كده؟ اللي تشوف، اللي هتقول عليها اقول لك امين. يبقى يلا عشان نقف على الذبايح نوكلوا الغلابه عشان يدعوا لنا بطولة العمر. ربنا يهدي قلبك يا حبيبي وينور بصيرتك يا رب.